ايه والله يا قلبي، انت تحملتي زيادة عن اللزوم. مو هيك الموضوع، الزلمة واضح بس انا ما بدي استوعبه. ايه بس بالنهاية هاد فريد اصلاً نازلي واكيد ما رح يقبل الامور تستمر هيك. شو ساوي برأيك؟ بتعرفي؟ بجوز ياخدك على شي بيت بالجبل. ايه فدوم، حتى بجوز يشعلي الشمنة بالليل ويكسر حطب. اوه ما في احلى من هيك بالحياة. كأنك صايرة عم تحضري مسلسلات كتير حبيبتي. بعدين هو مو من مقامه جبل وحطب، هالشغلات ما بتناسبه. أحسن شي قوم اشتغل شي شغلة، بلكي إذا اشتغلت شي روق وأعرف فكر بهي الأمور وأقدر لأي لحلول. نازلي بلكي حبسك بشي قارب لتحكي. فتون شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ما بظن يعمل هيك شي فيني فريد بيك. غلطانة، رح يضل يحاول يعرف القصة أو ينساها نهائيا. نازلي قلتك ممكن ينسى القصة؟ لا قصدي ينساكي أنت نازلي. مستحيل اتخلى عنها بنوب. حلو، ايه وعم حاول افهم شو بها سعيد. يعني حاسس حالي مو فهمان شي مثل اللي ماشي بالعتمة. شو يلي ما عم تفهمه؟ يلي ما عم افهمه ليش عم تهرب مني. والله بعرفك خبرة بأمور النسوان وهذا الحكي، ورجينا شلون رح تحل القصة. صحة وهنا، بعتني طارق لعندكم فريد بيك. اليوم انت رح تاخد بدر على مدرسته، بتعرف العنوان مو؟ ايه فريد بيك بعرفه. اليوم رح اتأخر شوي. ماشي مثل ما بدك. وينو حبيب خالو هلا؟ لك يا خالي قلي. تعال نشوف، ما رح نطول لحتى نلتقى من جديد. وقت بدك تشوفني بجي مثل النسر لعندك. وقت بدي شوفك بتعلى دخنة بتعرف وين متخبي. ضمني يلا. يلا روح. باي حبيبي بدر. باي عمو سعيد. يلا نازلي خلينا نشوف شو عنا اليوم. شو بدي اطبخ له؟ فريد بيك؟ ما بده يصبح علي؟ طبعا هو بيك بيكون متضايق من الشوب. ليش عم يغطس تحت المي؟ ليش لهلأ ما راح على شغله؟ معقول يكون صاير شي؟